تلومونا مفارق احبابا يبان بعيونا شوق وعذاب لا تلومونا مفارق احبابا يبان بعيونا بعيونا شوق وعذاب وانت يوم يتناسى ودهم ما قدر دايم وهو في ذكرهم هل يقدر بعد الوفا والود ينسونا لا 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 تلومونا دموع بعيونا على الخد صفاما منهم يواسونا من بعد واسباب دموع بعيونا على الخد صفاما منهم يواسونا من بعد واسباب اوعد ما ركنا قلبهم يحرد العشاق من طبعهم او قصدهم بعد الفرح الأول يبكونا لا تلومونا أنا اليوم أنا والأخوي العزيز فايز السعيد اليوم ما نبي نعلق لكن نهيلك ونبوسك ونقول لك ألف سلام عليك هذا تعليق ملك اليوم انا اوكي انا لازم اعلق عشان انا ودرستك اوكي لا تلومونا اوكي ان فارقتونا في الاول في الاول اول ما دخلت كان التون فارق عندك اوكي ثاني شيء النفس نجيب انت ضعفت خصوصا انا قاعده اتكلم عنك انت بالذات لانك انت ضعفت فلازم تركز على النفس لأن حسيت حتى العرب عندك فيها صعوبة إنك تغنيها عرفت فشد حيلك وسلامتك الله يسلمك ألف سلامة عليك يا نجيب أول شيء ما شاء الله عليك ما كأنه صار معك ولا حادث ولا شيء وبدي أقول لك إنه أنت مش بس عندك شخصية بتأثر عفوا وإنما عندك مزايا بشخصيتك بتخلي اللي عم بيشوفك وعم بيسمعك يقول كل الحواجز تلاشت بيني وبينه وبالنسبة لصوتك هيك الله خلص برافو شكرا للجنة التحكيم نجيب غنى لا تلومون الفنان عبد الله رويشد اللي كل حب صوته مع علي سوى ارسال رقم 13 على الارقام اللي راح تظهر خلال الاعلانات والتصويت راح يبدا بعد الحلقه تفضل اكيد تقدر احب اطمن اول شيء ابي وامي ان الحمد لله بخير احب اشكر الشعب اليمني كل من صوت لي واحب اشكر قناه دبي انها اعطتني الفرصه ان انا اكون جنب عمالقه الفن استاذ فايز السعيد سفير الالحان سفير الشباب استاذه يارا فنانات الحب استاذ عبد الله رواشد ممكن اطلب منك اقول لك كلمه بس اشتي اشوفك كل يوم وكل ساعة وكل ليلة أحب أشكر أستاذ أماني علمتي أشكر كل من صوت لي أشكر لي.